بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ضمن سلسله الفوز مع الناس 25 مبدا تساعدك على الارتقاء بعلاقاتك وتعمل لصالحك باذن الله في كل مره ال 25 مبدا مصنفه تحت خمسه اسئله اساسيه الكلام هذا على مر الحلقات الماضيه الخمسه اسئله هذه اولهم كان سؤال الاستعداد هل نحن مستعدون لبناء العلاقات وتكلمنا تحتها على مجموعه من المبادئ بعدين انتقلنا الى مجموعه مبادئ اخرى مرتبطه بسؤال الارتباط هل نحن مستعدون على التركيز على الطرف الاخر ولا لا، وتكلمنا على مجموعه من المبادئ، ومن ثم ناقشنا سؤال الثقه، هل يمكننا بناء الثقه المتبادله في العلاقات؟ وكان تحتها مجموعه من المبادئ. دخلنا مؤخرا الحلقه السابقه في سؤال الاستثمار، هل نحن مستعدون للاستثمار في الاخرين؟ مجموعه مبادئ تحت هذا السؤال. تكلمنا في الحلقة الماضية عن سؤال الرعاية ومبدأ الرعاية والذي ينص على أن العلاقات تحتاج للرعاية الدائمة اليوم راح نتكلم على مبدأ جدا مهم ألا وهو مبدأ 101 مبدأ 101 ينص على العثور على الواحد بالمئة الذي نتفق عليه وإعطاؤه مئة بالمئة من جهدنا نشوف إيش اللي إحنا متفقين عليه حتى وإن كان واحد في المئة ونعطيه كل طاقتنا. العكس كثير من الناس بتعمل انه بتركز على الاختلافات وبتعطيها الطاقه وبتعطيها الجهد وهذا اللي بيفرقنا وهذا اللي بيبعدنا، اعتقد انه حري بنا ونحتاج انه احنا نشوف نقاط التلاقي بيننا ونركز عليها ونعطيها الطاقة والوقت والجهد والتركيز بدلا من التركيز على الاختلافات والفروقات اللي بيننا ودائما حتلاقي الشيء المختلف فإذا ركزت عليه دائما حتلاقي العلاقات بتبعد إذا ركزت على الأشياء المشتركة فهذا حيسوي أرضية مشتركة وحيخلي العلاقات تكون أفضل وأفضل إذا كان رجلان يعملان مع بعضهما البعض ودائما دائما هم على وفاق فواحد منهم ما له لزمة يعني لو أنت ومديرك ودائما متفقين واحد منكم ما له لازمه <applause> كل حاجه التفقين يعني ما ينفع لازم يكون في اختلاف وجهات النظر واذا كان يختلفان معا طوال الوقت فكلاهما عديم القيمه كلاهما ما له لازمه <applause> اكرر لو اثنين بيشتغلوا مع بعض دائما متفقين من واحد منهم ما له لازمه لو اثنين بيشتغلوا مع بعض ودائما مختلفين الاثنين ما لهم لازمه نحتاج الاختلافات عشان تخلي العلاقات تستمر لكن ليس على طول المدى ولذلك اعثر على الواحد بالمئة المشتركة وصب عليها طاقتك وقتك وجهدك وتركيزك وصدقني العلاقة حتكون أقوى وأفضل وأروع والسؤال الذي ينبغي علي أن أسأله لنفسي هو هل يمكنني العثور على الواحد في المية المشتركة وهل أنا على استعداد لإعطائها مئة بالمئة من جهدي ومن طاقتي ومن وقتي هل قادر أنه أنا ألاقي أرضية مشتركة وهل قادر أنه أنا أستثمر في هذه الأرضية المشتركة فهل حتعطي المئة بالمئة من الجهد في هذا الشيء المشترك تقدر تلاقي حاجة مشتركة بينك وبين الطرف الآخر خاصة الناس المهمين في حياتك هذا سؤال مهم نسأله لأنفسنا الوقت المناسب لاستخدام مبدأ 101 في العلاقات. أعتبر هذا المبدأ أداة رائعة في شنطة الأدوات وشنطة العدة، لو عندك تول بوكس مجموعة أدوات، عارف شنطة العدة اللي بيكون فيها الأدوات والعدة اللي بتستخدمها، ففي علاقاتنا مع الآخرين لو اعتبرنا هذا المبدأ أداة، فهو أداة رائعة، أداة قوية، أداة مهمة، لازم نوظفها بشكل انتقائي. لأنه سيتطلب مننا جهد كبير وقت كبير، تركيز كبير، طاقة كبيرة، فيجب أن نكون انتقائيين متى نوظف ونستخدم هذا المبدأ وهذه الأداة ولا حنتعب كثير، ولذلك في بعض المعايير المهم أنه احنا نضعها في البال وفي الحسبان، وأسئلة نسألها لأنفسنا قبل أن نقرر استخدام هذا المبدأ، المبدأ هذا قوي ولكنه يتطلب منك جهد، فلكي لا تستنزف وتعرف تقرر هل هذه العلاقة، هل هذا الظرف، هل هذا الإنسان جدير إننا أنا أستخدم معه هذا المبدأ مبدأ المية واحد فاسأل نفسك هذه الأسئلة الأربعة واحد هل الشخص يستحق الالتزام؟ هل هذا الإنسان جدير بأن أنا ألتزم معه وأعطيه الطاقة والوقت والجهد؟ اثنين هل الموقف يستحق الالتزام؟ هل الظرف هل الحالة اللي احنا فيها تستحق الالتزام ولا ممكن تكون حالة عابرة وظرف عابر؟ ثلاثة هل الموضوع يستحق الالتزام فرق بين الظرف وفرق بين الموضوع المحتوى موضوع النقاش موضوع الموقف الفحوى اللي بنتكلم فيها مش الظروف اللي احنا بنمر فيها لكن الموضوع نفسه هو ايه هل الموضوع في ذاته يستحق الالتزام ولا ما يسوى اربعه هل العائد يستحق الالتزام انت راح تبذل طاقه ووقت وجهد تركيز في موضوع هل المردود والعائد يسوى يستحق ولا انك انت حتتعب على الفاضي، على شيء ما يستحق وما يسوى. فهذه اسئله جدا مهمه، نرجع ونقول عندنا اربعه اسئله، سؤال هل الشخص يستحق الالتزام؟ السؤال الثاني هل الموقف يستحق الالتزام؟ السؤال الثالث هل الموضوع يستحق الالتزام؟ السؤال الرابع هل العائد يستحق الالتزام؟ فان كانت الاجابه بنعم على جميع هذه الاسئله الاربعه حينها وظف مبدأ 101 وابذل الطاقة والجهد والتركيز لأنه هذا من الأدوات المهمة في الاستثمار في العلاقة. طيب لو أنا طبقت مبدأ 101 يا رشاد ما الذي ساجنيه؟ ما الذي ساستفيده؟ ما العائد اللي ممكن يرجع لي من توظيف هذا المبدا اللي انت بتقول انه هو مبدا مستنزف وياخذ طاقه وياخذ وقت وياخذ جهد، في مجموعه كبيره من الفوائد، اديك بعض الفوائد اللي ممكن تسجلها عندك لتحثك على انك انت تطبق هذا المبدا. رقم واحد انه يسمح لك ببناء اساس للتغيير. لماذا؟ لماذا نقول انه هذه المساله مهمه؟ انه يسمح لنا ببناء اساس للتغيير، لانه دائما دائما ما يبدا التغيير على الارضيه المشتركه. عمرنا ما بنصنع تغيير حقيقي بناء على أرضية الخلاف، غالبا ما ينطلق التغيير من الأرضية المشتركة اللي يكون فيها نقطة تلاقي. اثنين أنه يمنع الصراعات غير الضرورية. فأوقات ندخل في صراعات ما لها لزمة، ومن وجهة نظري أنه لم يكن هناك وقت أبداً لم يكن باستطاعتنا القيام بشيء لتجنب سحب السيف من غمده. فاوقات بنطلع سيوفنا في العلاقات، لكن صدقني دائما دائما كان ممكن يكون في طريقه او مخرج لتجنب اخراج هذا السيف من الغمد، لتجنب هذه الصراعات. فهذا المبدا راح يعيننا بشكل كبير جدا على تجنب الصراعات غير الضروريه. ثلاثه: انه يقلل احتماليه كسب الاعداء. خذها مني. لو كان للانسان الف صديق فلن يكفيه. نحتاج الصداقات في حياتنا وعمرنا ما حنقول اكتفينا وارتوينا من الصداقات الرائعة في حياتنا ولو كان للإنسان عدو واحد فقط فإن لديه ما يكفيه ويفيض وزيادة لو عندك ألف صديق ونقول هل من مزيد جميل أن يكون عندنا صداقات ما يكفي أبغى كمان أحتاج كمان لو عندك عدو واحد حقيقي كفاية ترى أنك أنت تعيش الحياة بأعداء كثر ترى هذه مصيبة عدو واحد كفايه وزياده كمان اربعه انه يحافظ على شيء ذو قيمه كان يمكن ان يضيع لولا فكر في حياتك في علاقات كان من المحتمل انها تكون علاقات بناءه او علاقات ايجابيه ولكنك خسرتها بسبب الاختلافات انه ما ركزنا على نقاط الاتفاق وركزنا على الاختلافات فكر في الاصدقاء المحتملين ناس كانوا ممكن يكونوا اصدقاء ويستمروا معانا في حياتنا لكننا خسرناهم فكر في البزنس، في علاقات العمل المثمرة اللي كان ممكن ينتج عنها أعمال وفوائد لكننا خسرنا بسبب أنه ركزنا على الاختلافات والفروقات بيننا وضاعت الأشياء اللي كان ممكن كان من الممكن أن تكون إيجابية. خمسة: أنه يساعدك على الشعور بالرضا تجاه دورك في العلاقة. كلنا في حياتنا نمر بظروف صعبة خاصة في العلاقات المهمة. حاليا أنا على سبيل المثال في علاقة مهمة وأساسية في حياتي لشخص عزيز وغالي علي وبنمر بموقف صعب وبظرف صعب. بالنسبة لي أنا عملت كل اللي أقدر عليه. في شعور بال بالزعل لما ستؤول إليه العلاقة والعلاقة هذه زعلان زعلان بسببها. لكن شاعر بالرضا إنه أنا عملت كل اللي أقدر عليه. بيني وبين نفسي في قرارة نفسي ضميري مرتاح. عملت كل اللي أنا أستطيعه وبذلت كل الأسباب، ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت. ف ضميري مرتاح بسبب إني أنا وظفت هذا المبدأ فحتى لو انتهت العلاقة ما راح ألوم نفسي، صحيح زعلان وزعلان كثير لكن تأنيب الضمير أعتقد إنه هو منتفي ومختفي بسبب إنه أنا مؤمن ومقتنع إنه أنا سويت كل اللي بوسعي وعملت كل اللي اقدر عليه. سته انه يمكنك من تحقيق اقصى استفاده من المواقف الصعبه. من جماليه هذا المبدا انه لما تكون في ظروف صعبه، تحديات صعبه، ان طبقناه بنيه وبغرض وب وبتركيز وبادراك له ابعاده، هنلاقي انه اصعب المواقف والظروف بنطلع منها بفوائد جمه، بفوائد كبيره، بمخرجات صعب إننا احنا نخرج فيها لو ما كنا متبنين لهذا المبدا باراده وبنيه لو تركنا المواقف الصعبه تمر دون قرار واعي لتوظيف هذا المبدا ما راح نخرج منها بالعوائد المرجوه وقد تكون العواقب غير سليمه وتعلي هنا اسئله لمناقشه مبدا 101 بعد كل سؤال أباك تفكر وتقول بينك وبين نفسك شيء يستحق التفكير something to think about حاعطيك خمسة أسئلة أعتبرها مادة خام تفكر فيها بينك وبين نفسك أولاً مع أهلك أحبابك أصحابك الناس اللي حواليك سواء في البيت أو سواء في العمل ويا ريت تشاركنا في نادي رشاد الفكري ونسمع إجاباتكم ونسمع تفاعلاتكم عن طريق تطبيق الزوم صوت وصورة جدول لقاءات نادي رشاد الفكري أو الدورات التدريبية المجانية موجودة على الويب سايت training.rashad.com.sa سجلوا لعلنا نتلاقى في الحلقة القادمة واللقاء القادم ونسمع إجاباتك ونسمع تفاعلاتك ونستفيد من بعضنا البعض فخلينا نتكلم على خمسة أسئلة فكر فيها لتطبيق مبدأ 101 في حياتك. واحد بارع في 101 هل التقيت قبلا مسبقا بشخص في حياتك فنان بارع مبدع في تطبيق مبدأ 101 يستطيع انه هو يبحث عن لقاء نقاط التلاقي والاتفاق ويركز عليها؟ ما يركز على الفروقات والاشياء اللي ممكن تشتتنا عن بعضنا البعض. اذكر في حواري مع جاك كانفيلد واحد من اهم خبراء النجاح والحوار موجود على قناتي على اليوتيوب تقدر انك انت تتابعه سالته سؤال حول هذا الموضوع وركز على هذا المبدا قال انه هذا المبدا بتطبيقه فرق في حياته بشكل كبير جدا. فكان بيقول لي حتى في المقابله رشاد انت مسلم انا مسيحي اه هذا سني وهذا شيعي اه هذا ابيض وهذا اسود هذا يعني رجل او هذه مراه فيقول دائما في علاقاتي لما انا اقعد ادور على الاختلافات ما راح اوصل لشيء فيقول دائما باقرر انه ما المشترك بيني وبين هذا الشخص وخلينا نركز على اللي جامعنا ونحط طاقتنا فيه وما احب ان انا اتشعب في امور تانية كثيره، انا ما حناقشك يا رشاد في معتقدك وفي دينك ولا اناقشك في توجهاتك السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه، انا بدور على حاجه تجمعني انا وانت، انت مهتم بتطوير الذات والتنميه البشريه، انا مهتم بتطوير الذات والتنميه البشريه، فليكن هذا تركيزنا ونعمل حلقه نفيد فيها الناس. غير كذا ما عندي اهتمام انه انا اتشعب وهذا الاتفاق بيبني ارضيه مشتركه، ارضيه صلبه نقدر ننتقل بعدها الى افاق اعلى في العلاقه، فهل تعرف انسان مبدع في البحث عن نقاط التلاقي؟ اذكر على سبيل المثال ايضا في حواري مع دكتور ذاكر نايك واحد من اشهر الدعاه، لو رجعت للحوار كان في فقره تكلمنا فيها عن هذا المبدا، فبيقول انه في دعوته لغير المسلمين بيركز دائما على الاشياء المشتركه بيننا دينيا، فما يروح يخاطب النصراني بامور مختلفين فيها عننا لازم يوجد أرضية مشتركة ما الذي نتفق عليه كأديان ما الأشياء اللي احنا نجمع عليها هذه الأشياء اللي نجمع عليها بتوجد نقطة تلاقي يعطيها الطاقة والتركيز حتخلي الموضوع أدعى وأسهل وأفضل بعد كده لو أتناقشنا في أمور ممكن يكون فيها اختلاف اثنين عدم تطبيق 101 سؤال هنا جدا مهم لماذا لا يصح توظيف هذا المبدأ في جميع العلاقات وفي كل المواقف وفي كل الظروف، يعني هل نطبق هذا المبدأ تلقائياً باي ديفولت مع الجميع في أي مكان وفي أي ظرف؟ فإذا بتقول لا، ليه لا؟ ليه لازم نكون انتقائيين في توظيف هذا المبدأ؟ إيش هو الأشياء اللي حتخليك تميز؟ كيف راح تختار إنه هذه العلاقة أو هذا الموقف راح أطبق فيه هذا المبدأ؟ وهذا العلاقة ما راح أطبق فيه هذا المبدأ حاب أسمع وجهة نظرك السؤال الثاني كان يحثنا على التركيز على العلاقات اللي تستحق نبذل فيها هذا الطاقة والوقت والجهد السؤال الثالث بيركز على المواقف ما المواقف التي تحتاج هذا الجهد وما المواقف التي لا تحتاج هذا الجهد هل عندي قائمة بالأولويات في بعض الأمور في بعض النقاط القضايا المهمة بالنسبة لي تستحق تسوى وفي بعض القضايا ممكن أطنشها ممكن أتجاوز عنها السؤال الثالث بيركز على أنواع القضايا ممكن مع نفس الشخص اللي هو مهم ويسوى في حياتي قضايا أمشيها وقضايا ما أمشيها وفي بعض الناس أصلا هو الشخص ده ما حيفرق معايا كثير فبالتالي أنه أنا ما راح أبذل معاه الطاقة والوقت والجهد فهذا الفرق بين السؤال الثالث والسؤال الثاني اللي كان سابق له أربعة علاقة ضاعت هل سمحت لعلاقة كان من الممكن ان تكون مهمه في حياتك لنا تنتهي بسبب انك انت ما اوجدت ارضيه صلبه او ارضيه مشتركه للارتباط بيننا وبين بعض وركزت على الفروقات فهل سمحت لي علاقه كان من الممكن انها تكون مهمه وأنها هي تنساب من بين اصابعك وضاعت منك بسبب انه كل تركيزنا كان على الخلافات وما ركزنا على الاشياء اللي بتجمعنا ما ركزنا على الاشياء المشتركه ونقاط التلاقي اللي ممكن تكون بيننا و ايش تقدر تسوي الان لو صار وفكرت الان واكتشفت انه هذه العلاقه ضاعت مني بسبب انه انا ركزت على الاختلافات وما ركزت على النقاط المشتركه هل في اجراء تصحيحي تقدر تعمله الان لو لو لقيت علاقه زي كذا اسال نفسك هل بذل الجهد لاصلاح هذه العلاقه جدير ولو عوائد مهمه عشان اقوم بهذا العمل ولا لا ولا في موانع بالنسبه لك تقول لا الان خلاص يعني ما يحتاج انه نبذل الجهد اكثر في اصلاح هذه العلاقه خمسة أرضية التغيير فكر في علاقة مهمة في حياتك تحتاج إلى صنع تغييرات فهل قمت بتطبيق هذا المبدأ مبدأ المية وواحد لبناء أرضية مشتركة ونقاط تلاقي قبل تركيزك على صنع التغيير إنه في البعض بيقفز لصنع التغييرات مباشرة ويبغي يغير في العلاقة يبغي يغير في الأحداث والسياقات يبغي يغير في الطرف الآخر وما عندنا أرضية تجمعنا. فلعل من الاستثمارات الجيدة قبل التفكير في تطبيق خطوات لتغيير العلاقة وعمل تغييرات عملية ايجاد الأرضية الصلبة المشتركة. فهو هذا سؤالي هل في علاقة مهمة في حياتك تحتاج تغييرات؟ بس قبل لا تعمل التغييرات فكرت في بناء هذه الأرضية والتمهيد لهذه التغييرات فأفضل تمهيد إيجابي لصنع تغييرات حقيقية هو إيجاد هذه الأرضية الصلبة ما نتفق عليه ما يجمعنا الأرضية المشتركة هذا راح يساعدنا كثير جدا في صنع تغيير إيجابي ويدوم بإذن الله وبكذا نكون انتهينا من أسئلة مناقشة مبدأ 101 العثور على الواحد بالمئة المشترك بيننا وإعطاؤه مئة بالمئة من الطاقة الوقت الجهد التركيز الاهتمام لبناء هذه الارضيه المشتركه اتمنى انك انت تفكر في هذه الاسئله اولا بينك وبين نفسك ناقشها مع العلاقات المهمه في حياتك مع اهل بيتك مع اصحابك زملائك في العمل، خلي النقاش يكون بناء وايجابي، فلنتناقش في الافكار، ويا ريت تشرفنا في نادي رشاد الفكري في هذه اللقاءات اللي بنستفيد فيها من بعضنا البعض، هذه اللقاءات اللي يعجبني فيها انك لو جيت معاك ريال وانا معايا ريال وتبادلنا، كل واحد حيرجع بيته بريال، لكن لو جيت معاك فكره وانا معايا فكره وتبادلنا، كل واحد حيرجع البيت ومعاه فكرتين، فما بالك لما يكون في مجموعه من بلدان كثيره بخلفيات مختلفه متنوعه ب اعمار متفاوتة بتعليم مختلف فبتسمع اراء وجهات نظر إيجابية من ناس مختلفين كثر فبيوسع مداركك بشكل كبير فجدول لقاءاتنا في نادي رشاد الفكري أو الدورات التدريبية موجودة في الويب سايت اللي موجود في الديسكريبشن training.rashad.com.sa وممكن يكون ظاهر أمامكم على الشاشة والإخوة أيضا كمان في الكومنتس أو في الشات كأعد من مشرفين ممكن هم يتفاعلوا معكم الآن ويعطوكم الروابط بحيث أتمنى أننا نشوفكم ونتشارك مع بعض إن شاء الله ونتناقش وجها لوجه ونفيد بعضنا البعض بإذن الله في هذه المبادئ هذا كان المبدأ الثاني في مبادئ الاستثمار في العلاقات الحلقة القادمة حنتكلم فيها على مبدأ مهم جدا مبدأ الصبر. مبدأ الصبر، ايش مبدأ الصبر؟ ايش بيقول؟ ايش تفاصيله؟ كيف تطبيقاته؟ كيف ممكن نستفيد منه في الفوز في علاقاتنا وإصلاح علاقاتنا مع الناس؟ هذا اللي حنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم بإذن الله في هذه الحلقة. لا تنسونا من صالح الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في الله. سلام.